عهده هو نهاية ولاية، نهاية مبكرة لولاية حاكم مصر في لبنان. هل هيدا رح يكون بالآخر أنه هو يسلم البلد بس بالآخر بده يقول أنه أنا قدمت إنجاز بعهدي، حاسبت أقله من هو مسؤول بموقع مسؤولية عن القطاع المالي والمعرفة؟ التحالف السياسي اللي عملياً شو اللي حامي واللي منع إسقاط وإخراج سلامي؟ هو الصراع السياسي، الاستهداف سياسي والدفاع عنه سياسي. استهداف عون سياسي، ما حدا بيشك انه 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 الرئيس عون عم يشتغل سياسي والاخرين عم يشتغلوا سياسي، وجزء من حصانه الحاكم هو انه عون بده يعين حاكم، هو يعين حاكم، ما رح يخلوه يعين حاكم، ما رح يخلوه يعين حاكم. بس هل سيبقى حاكم مصر في لبنان؟ لا ما بيبقى، بيبقى بفل معون، بفل معون. هيدا هو هيدا عم ينقال انه اليوم هيدي هي المعادله، انه ينتهي عهدي ويتم انهاء ولايه حاكم مصر في لبنان، لانه هو تمتد لل 2023. هو بالقانون هيك بالولايه، انا متأكد. فعم ينقال انه انا بفل، بس انتم بذات الوقت ما بيكمل رياض سلامي بمصر. رياض سلامي بيظهر اجره على اجر ميشيل عون مع حفظ الالقاب من وظيفته او من موقعه. طبعا إلى أين؟ خروجه، هذا السؤال الرئيسي. خروجه بالمعنى القانوني هذا موضوع اخر، ما بعرف وين بيصير. ثانيا ما حدا عنده شك انه رياض سلامي لديه قدرة ومقدرة على إغراق الجميع إذا أغرق أو حاولوا يغرقوه. ما في شك أنه رجل مثل رياض سلامي عنده كل ملفات البلد من أولها لآخرها، وملف السوريين وملف غير السوريين وملف رجال الأعمال وملف قيادات سياسية وملف أصغر موظف بأي دائرة بقصة اللعب والتلاعب والهدا. يعني بيظهر يمكن بتسوية تيكفوا شره وبيفل من البلد، ما بيعب بالبلد لأنه بيصير معرض، بيفل من البلد. يمكن الفرنسيين من زمان بدون يظهروه، لوين؟ ما قدروا، لا بدون يفل، بدون يطلع على الأقل يفل. ما قدروا. مبادرة الرئيس ماكرون أحد أركانها هي أنه هي قصة القطاع المصرفي ومحاكمية المصرف المركزي، أنه رياض سلامي يروح على بيته. ما قدر يفرضها. طب بس اذا اليوم تركيبه كبيره حوالي، انتبهي التركيبه، انت يمكن بتفكري بثلاث اسامي اربع اسامي، في 200 اسم ورا اكيد. رياض سلامي في 200 اسم، في مكنه ضخمه ورا، كلها متشابكه مع بعضها، جزء منها بفوت على القطاع المصرفي، جزء على قطاع الاعمال والقطاع الخاص، جزء داخل الدوله، جزء بالمديريات العامه بالدوله، جزء بالزعامات والقيادات، قضاء، جزء بالامن، بالقضاء، بالامن، بالامن، في بالامن، ما ادراكي بالامن. اذا بتطلعي شوي على بعض الوجوه الامنيه بتقولي من اين لكم هذا؟ من اين لكم قصور وفلل وأراضي وأملاك ومجوهرات على نسوان ونصيرات ماكلارين ومدري شو لأولادهم وهذا؟ كيف تعرفي أنه اللعبة، اللعبة منا رياض سليم، اللعبة أكبر. طيب بس هون في حال مثل ما عم تقول حضرتك أنه نهاية ولاية رئيس الجمهورية مع نهاية ولاية، نهاية مبكرة لولاية حاكم مصر في لبنان، مش شو بيصير؟ مبكرة بمعنى مين بده يسلمه بهالفترة؟ في حدا بده يستلم؟ بده يعني تقديري هو أنه أولا خروج رئيس جمهورية وتسليم أسهل من خروج حاكم مصرف مركزي، لأنه حاكم مصرف مركزي هذا بده يكمل دور، بده يجي مين يكمل، وبده يجي مين يستلم ملفات، أخطر ملفات بالجمهورية اللبنانية اللي هي ملف القطاع المصرفي وملف أموال اللبنانيين وغير اللبنانيين وإعادة هيكلة وملف التحقيق الجنائي. هيدا أمر أخطر من رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية تخلص مدته للرئيس عون إذا ما صار في شيء معركة ومشاكسة على الخروج أو البقاء، بيظهر بيجي رئيس جمهورية تاني بيستلم بشكل عادي وطبيعي. ما بيصير مشكلة وما بيصير في فراغ، ما بيصير في فراغ إداري ولا فراغ مالي بالبلد ولا شيء له علاقة بانتظام. بس هل حدا اليوم عم بيعمل على ما بعد رياض سلامي إذا كان هذا الاستحقاق مبكر رح يكون؟ يعني الفرنسيين يعملون منذ سنتين على
إخراج الانتهاء من حقبة رياض سلامي. أولا رياض سلامي يعني مين بده ياخذ هالقرار؟ حكومة نجيب ميقاتي كمان؟ لا 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 قبل أن تتحول إلى تصريف أعمال؟ لا لا إذا الحكومة هلا ما بتاخذ قرار، ما بتاخذ، مين بده يقدر ياخذ قرار؟ قبل ما يفل العون ما بياخذوا قرار، ما ممكن ياخذوا قرار، ما بيعطوا لميشيل عون فراغ. وكيف بفل ساعة الحاكم بقرار شخصي؟ بفوق بفل بتفاهمات هو وميشيل عون، يعني يوم انتخاب رئيس جديد بيكون هو استقالته على الطاولة، والا ما بيخلوه يفل. وساعة البديل مين بده يعينه؟ وانت بتعرفي شو مشكلة رياض سلامي، ما فيك تدافع عنه، لا يدافع عنه. فيك تدافع عنه بالسياسة، تقول يا ده محور عم بيقاوم محور وجهة عم تقاوم جهة، هذا فيك تحكي مطولات. ما بتدافع عنه. بعدين هو عنده مشكلة، حاكمية مصرف المركزي الأساسية هي المصداقية أو الصدقية. ثقة. إيه والصدقية، إنه هل هذا رجل ناجح في مكانه ولا غير ناجح. وبعدين البرسبشن يعني كيف ينظر إليه، ينظر إليه المواطن اللبناني وينظر إليه الخارج، ينظر عليه إنه هذا رجل يجب أن يذهب إلى التقاعد. بس بعد شو، بعد ما كانوا عملوا منه جريندايزر، عملوا منه إله جوائز ورجل كل الأعواب. كيف تنجح طيب جوائز؟ بس ما هي أوكي. يعني العالم كان يتعاطى معه إنه هذه الطبخة السحرية، جرس بورصة نيويورك، يعني رجل إنه هذه الطبخة السحرية احترقت خلص. حظه يمكن هو أعظم حاكم مصرف مركزي بالعالم، انفجرت الطبخة هذه، طجرة البريستو فجرت بوجهه، لا بقى يقدر يقدم، ورجعته صارت صعبة، صار بيلتقي له مخرج ويلاقوا له مخرج، والكل بدهم يتوافقوا بشكل أو بآخر على مخرج. إذا هو استقال بيكون في مرحلة انتقالية أيضا بمصرف لبنان. مين بتسلمي مصرف لبنان؟ هيدا اللي عم بسأل. ما فيك تسلمي مصرف لبنان، يعني ما رح تجي حكومة نجيب ميقاتي اللي هي بآخر كمان عهد رح تكون إنها تسمي حاكم جديد. لن يرضى أحد من الأفريقاء بعد في رئيس جمهورية بعده شيء مستلم مفروض إذا صرنا بوضع طبيعي. ما فيك شو بيصير؟ ما هو أنت بتعرفي أحد مشاكل ميقاتي مع عون هي أنه عون أحد طلباته هي إقالات وتعيينات بالبلد. ما حدا بيعطي إقالات وتعيينات لرئيس الجمهورية بالمعنى تعيينات جدية، مش بنهاية عهده تعين سفير للظهر واحد من عندك تزبطه بيمشي الحالة دي طول عمره، بس ما حدا بيعطي تعيينات لرئيس فالل، ما مش صايره بتاريخ البلد. الكل بيقول يعني اخر عام من الولايه خلص العام كله طاير، بيكون مش انه ماشي هيدا عام التصفيه وعام الفله وعام منه، ما حدا بيعطي رئيس بنهايه ولايته بيعطيه اقالات ولا تعيينات. ثانيا حاكميه المصرف المركزي، انت بتعرفي شغله مهمه، هيدا اهم موقع، لبل يكاد يكون أهم من قيادة الجيش. هذا موقع ماروني، ما رح يعطوا للنائب الأول مع احترامنا الشيعي، مثل ما ممكن يعملوا مشكل على انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا ورئيسه سني، ممكن يصير عليها مشكل من ميشيل عون. ما بيقبلوا مع أنه ينترك تتسلم الحاكمية للحاكم الأول، ما ممكن الأول. لأنه هيدي مثل قيادة الجيش، يعني قائد الجيش بالظهرية دغري بتعينه محله، ما بتسلمي قيادة الجيش لرئيس الأركان الدرزي. طب بس بركي هيدا اللي عم يتغير بالبلد. بركي هيدا اللي عم يتغير شو بالبلد هو؟ انه اليوم كمان لا احد يريد الفراغ بالمواقع، اذا بيقول القانون تنتقل صلاحية لنائب الحاكم بالاخر العراف هي اللي بتصير ساري، مجرد انه نائب الحاكم هالمره شيعي بتكون كسرت عرف من الاعراف اللي هو ما لا عند المسيحيين الموضوع صعب ومعقد اكثر من هيك، لانه بس يا ما حتى الفراغ الى حكومه لا تزال عمل. لا يزال الموارنه، يعني كم مره فتنا بفراغ واستلمت حكومه تصريف عمل. بس خليني اقول لك شغله، حتى الان لا يزال الموارنه ينتقدون بشده الرئيس ايميل لحود انه غير العرف السائد بالأمن العام، بالأمن العام، وشاله من إيد الطائفة المارونية، أخذتها الطائفة الشيعية، وعلى أساس لشخص واحد كان مميز لبنانيا وسوريا، وكان هو أحد تجليات هذه العلاقة بالشخص بالأمن، وبقيت هيدي لليوم بعدها بالأوساط المارونية والأوساط الكنسية المارونية إنه هيدي ما بنقبل فيها.